اشتغل الان في حلب نقوم نحن عدد من الاعلاميين المتواجدين فيها في حلب المحاصره بحرق الاعلام الروسي تنديدا بما تقوم به روسيا من قصف دائم. نحن الان في مكان القصف منذ يومين وكان هناك مجزره في هذه المنطقه. روسيا هي من تدعم الاسد وارهاب الاسد. روسيا التي تظن ان حلب ستمر او ستستطيع العبور عبر حلب وتنفذ مخططاتها وتنفذ حساباتها تنهيها مع الولايات المتحده عن طريق قتل المدنيين العزل في حلب عن طريق الغارات الكثيره التي تطويرها بطائراتها المتطوره بصواريخها الارتجاجيه. ستعلم روسيا دائما وابدا ان حلب كما هي غروزني ستضطر للانسحاب منها. انسحبت من غروزني عام 1996 وستنسحب الان في عام 2016. التاريخ يعيد نفسه ولكن في منطقه اخرى. الجبروت الروسي سينكسر امام صمود الحلبيين وامام صمودهم في هذا الحصار وامام صمودهم الذي دام 5 سنوات امام الاسد وايران والان امام روسيا ان شاء الله تعالى. هذا حرق العلم الروسي اليوم في مدينه حلب.